السلام عليكم أستاذ مهدي الكرسي، كيف حالك؟ طيب، نتمنى تكون بخير وعلى خير. أولا بغيت نهنئك على النتائج والمردود الطيب اللي حصلوا عليه التلاميذ والطلبة ديال يعني القسم ديالك في الامتحان الجهوي. من ضمنهم مانياس اللي جابت أعلى نقطة في مادة اللغة الفرنسية. كنشكرك على المجهودات الجبارة اللي بذلتي أنت ويعني والطاقم ديال المدرسة اللي معاك. كنتمنى لك مزيد من التألق والاستمرارية. طبيعة الحال السمعة ديالك سابقاك وزادت بانت لأن أعطت الثمار ديالها، يعني مزيدا من التوفيق إن شاء الله. كان معك صلاح الدين بصير، كل عام وأنت بألف خير. السلام عليكم.